يعطيكم العافية شباب صبايا طلاب صف الثامن، راح نكمل سوا بالإكسرسايزز أوف بيتاغوراس ثيوريم. بدنا نصحح الهوم وورك إكسرسايزز 1 أند 2. بإكسرسايز 1 given in the adjacent figure a right triangle ABC which is right at A, given the side BC equal radical 2 plus radical 3 and the side AC equal radical 6 plus 2. The first part calculate BC power 2 and AC power 2. فإذا هيدا السايد بي سي بدنا نرفعه كله سكوير. بي سي باور 2 ايكوال، بحط البي سي بقيمتها يلي هي راديكال 2 بلس راديكال 3 كلها سكوير، وبنتبه هون ممنوع نفوت الباور لجوا لأنه في بلس بيناتهم، بدنا نحط بارنتيسز لأنه كلها باور 2، فإذا بصير شكلها مثل الايدنتيتي يلي هي A بلس B سكوير، بنطبق الايدنتيتي ايكوال A سكوير بلس 2AB plus b سكوير، فبتكون هيدي هي ال a وهيدي هي ال b، فبيصير معنا a سكوير plus 2ab plus b سكوير. هيدي بدرس الريماركابل ايدنتيتيز. الباقي كالكوليشن، هون الباور 2 بتروح مع الراديكال بتصير 2، هون بنضرب 2 تايمز 2 اللي برات الراديكال بضربهم ببعض بيعطيني 4، واللي تحت الراديكال بضربهم ببعض بيعطيني راديكال 6 plus. بالنسبة لهاي كيف طلعت 12؟ هون الباور 2 بتفوت لعند 2 بتصير 4 times radical 3 square is 3. 4 times 3 بيطلع 12. اخر خطوة بجمع 2 plus 12 بيطلع 14 plus 4 radical 6 بتنزل. طبعا هو ما بينجمعوا، ما فيني اجمع integer مع عدد بقلبه radical. نفس الشيء ال AC square، باخد ال AC هاي اللي عطيني اياها بال given وبعمل لها squaring على ال identity هي ذاتها A square plus 2AB plus B square، وبعمل calculation بتطلع 10 plus 4 radical 6. فهيك بنكون جبنا ال BC square وبنكون جبنا ال AC square حسب ما هني طلبوا مني. بال part 2 we have to calculate AB. بجي على الرسمة، في معي right triangle وفي معنا two sides، بدنا نجيب السايد الثالث أو اللاج المفقود، فأكيد بدنا نطبق بيتاغورس. فإذا منقول triangle ABC is right at A so by Pythagoras theorem، بلش دايما بالهايبوتنس، انتبهوا لهيدي النقطة. مش إذا قالوا لي كالكوليت اي بي ببلش من الاي بي، غلط. كالكوليت اي بي ما بهمني مين هو الاي بي، بهمني طلع وين الرايت انجل اي بوجه هو البي سي، يعني البي سي هو الهايبوتنس. أو في طريقة تانية من الاسم، لما أنا بقول تراينجل اي بي سي از رايت ات اي، طالما رايت ات اي معناها البي سي هو الهايبوتنس. شايفين ما أسهلها؟ right at A بياخد النقطتين البقايا. فإذا نبلش BC square equal AB square plus AC square. هلا هون بالنسبة لل BC square مش بعدنا حاسبينها فوق، بستخدمها محل ال BC square، بحط القيمة اللي حسبتها فوق اللي هي 14 plus 4 radical 6. AB square ما معي إياها بتنزل plus AC square بعدني حاسبيتها هون بتنزل 10 plus 4 radical 6. هلا الخطوة اللي بعدها AB square تنزل محلها، وهودي اتنيناتهم بنقلهم لقبل الايكوال، بتتغير اشارتهم. كان معي plus 10 plus 4 radical 6 بتصير minus 10 minus 4 radical 6 equal AB square. plus 4 radical 6 بتتشطب مع ال minus 4 radical 6 لأنهم opposite numbers. 14 minus 10 is 4 equal AB square. هوني بدي أنا ال AB بدون power، يعني بدي حط radical على الجهتين، بتروح الباور مع الراديكال، بصير معنا الـ AB equal radical 4 يلي هي 2 سنتيمتر. Exercise 2 Given this figure it is two right triangles CDB right at D and CBA right at A. First part calculate BC and AB. فإذا we have to calculate BC and AB. أول شيء بالنسبة لل BC هو سايد بقلب التريانجل CDB واللي هو رايت، يعني أكيد بطبق بيتاغورس. فإذا نجي منقول تريانجل BCD is right at D so by بيتاغورس، مثل ما حكيت من شوي right at D يعني ببلش بال BC لأنه هو الهايبوتنس. فإذا BC square بجي على الرسمة، BC square هو عبارة عن CD square plus DB square. هيهن بحط كل شيء بقيمته، ال BD 12 square، BD square 12 square plus CD square هي 9 square. calculation بتطلع على BC power 225. أنا بدي BC بدون power، فبحط radical على الجهتين، بتطلع BC equal radical 225 is 15. فإذا طلعت BC 15.
15 سنتيمتر. بقى علينا نجيب الـ AB. ناخد الـ triangle الرايت الثاني اللي هو CBA is right at B، معناها من الـ hypotenuse AC. فإذا AC power 2 by Pythagoras طبعا equal AB power 2 plus BC power 2. كمان بحط كل شيء بقيمته، الـ AC power 2 هو 25 power 2 equal AB power 2 plus BC power 2. بعدنا هون قايلين عنا الـ BC هي 25 بستخدمها، power 2 sorry 15 power 2 بتطلع 225. بدي أنا الـ AB square، بنقول 225 لتاني جهة، بتصير AB square equal 625 minus 225. دايما اللي أنا بدي إياها بعتبر كأنه تركتها محلها، وباخد العدد اللي حدا للجهة التانية بصير عندي minus. فبصير عندي AB square equal بنقصهم بيطلع 400. بدي الـ AB لحالة، بحط راديكال على الجهتين، راديكال 400 is 20 سنتيمتر. وهيك بنكون حسبنا الـ AB والـ BC. Exercise 2 deduce the parameter of ABDC. فإذا قبل شوي حسبنا الـ BC طلعت 15 والـ AB طلعت 20، طبعا صار فيني استخدمهم. هلا لجيب البارامتر لحيلا كوادريلاترال، انا بدي البارامتر الكوادريلاترال كله، هذا ما عنده شكل محدد، it is only a quadrilateral. لجيب البارامتر for any quadrilateral it is the sum of its sides، الدياجونال ما خصه. فاذا بدي اجمع السايدز يلي برا، يلي هن AB plus BD plus DC plus CA. فاذا البارامتر هو عباره عن جمع السايدز، بس بحط كل شيء بقيمته equal 66. لاحظوا ال 15 ما خاصة لأنه ال 15 هيدي ال BC هي منا سايد، هي diagonal. أنا بجمع بس السايدز يلي برا، ما خصني بالدياجونال. هلأ ب exercise 2 part 3 calculate the area of ABDC. كمان بعدنا من شوي قايلين إنه هذا الكوادريلاترال منه ما له شكل محدد، فلأحسب له الأريا شو رح نعمل؟ رح نجيب الأريا لأول triangle والأريا لتاني triangle، وبرجع لجيب الاريا كلها سوا بدي اجمعهم. هلان الـ AB طلعت 20 سنتيمتر، هلا بدنا نستخدمه. فاذا لنجيب الاريا راح نجيب جزئين. الاريا للـ ABDC هي عبارة عن الاريا للتراينجل الاول زائد الاريا للتراينجل الثاني. هجيب كل اريا لحال وبرجع بجمعهم. الاريا للتراينجل الاول BCD هو رايت تراينجل، بيكونوا اللاجز يلي بيربنديكولار على بعض هن الهايت والبيز. فالاريا هي height times base over 2. طالما CD والBD perpendicular على بعض، يعني CD والBD هن ال height والbase over 2، بعوض كل شيء بقيمته وبعمل calculation بيطلع 54 سنتيمتر سكوير. الاريا للtriangle ABC كمان هو right at B، legs BC والAB هن ال height والbase. البC من شوي حسبناها طلعت 15 سنتيمتر، بدي استخدمها بدي حطها بقيمتها، فبتصير 15 times 20 over 2 بيطلع 150 سنتيمتر سكوير. الاريا للكوادريلاترال كله بجمع التو اريز يلي طلعتهم مع بعض، 150 plus 54 بيطلع 204 سنتيمتر سكوير. Part 4 What is the orthocenter of triangle BCD؟ هلا بالنسبة للorthocenter It is the point of intersection of heights in a triangle. نجي منطلع بالتريانجل BCD، بدي دور له على الأورثو سنتر يلي هي الـ point of intersection of heights. بلاحظ إنه هو right triangle، مثل ما حكينا من شوي بيكون CD هو height على الـ BD، وبالعكس BD هو height على الـ CD. يعني صاروا legs اللي إلو هني two heights and these two heights intersect at D، معناها D صارت هي الأورثو سنتر. فإذا In triangle BCD, CD and BD are two heights intersecting at D, so D is the orthocenter of triangle BCD. بالبارت 5, find the length of DO. فإذا هون بدنا نحسب الـ DO، هيدي الـ point O، where O is the midpoint of BC. بدنا نحسب قداش المسافة DO. هيدي القاعدة ماخدينها بدرس الـ midpoint theorem it is property 4، اللي بتقول إنه بقلب الـ right triangle the median relative to the hypotenuse is equal to half of the hypotenuse. فإذا الـ DO هو median relative to BC in triangle CDB، so DO equal BC over 2، طبعا لأنه triangle CBD هو right. فإذا DO equal BC over 2 equal الـ BC حاسبينا 15 over 2 بيطلع 7.5 سنتيمتر. آخر part
let h be the foot of the perpendicular drawn from b to ac. فإذا من ال b رسمنا perpendicular على ال ac، ال h هي ال foot of the perpendicular يعني طرف ال perpendicular. Show that the four points الملونين بالأزرق h, c, d and b belong to the same circle whose center and radius are to be determined. هيدي الفكرة شوي جديدة علينا، رح نتعلمها هلا مع بعض. إذا بتتذكروا وقتها بدرس ال midpoint theorem آخر الدرس تعلمنا فكرة بتقول إنه إذا كان عندي circle of diameter AB، أي point قاعدة على السيركل مثلا حسميها point C، this triangle ACB we say that it is inscribed in a semicircle whose diameter is AB، then this triangle is right. هلا هيدي البروبرتي في كونفرس لإلها، هي نحن نستعملها هلا. إذا أنا معي right triangle، مجرد ما هو right ساعتها أكيد هو قاعد بقلب semicircle. كيف بعرف الديامتر؟ ما هو رايت يعني عنده هايبوتنس، هيدا الهايبوتنس بيكون هو الديامتر. مين بيكون السنتر؟ بيكون هو الميد بوينت للديامتر. فإذا حأرجع عيدها، كل ما كان عندي رايت تريانجل دغري بقول هيدا التريانجل موجود بقلب سيمي سيركل. طبعا السيمي سيركل بتكون مرقة بثلاثة فيرتيسيز، وحدة اثنين ثلاثة، وهيدي السيمي سيركل بيكون الديامتر لإلها هو الهايبوتنس للتريانجل. فهيدي الفكرة بدنا نستخدمها هون. فإذا أنا بدي برهن الأربع نقاط H, B, D, C belong to the same circle. دايما بس يسألوني هيك سؤال بين الأربع نقاط يلي طلبون مني بدي دور على two angles 90، وهني واضحين، هاي أول angle 90 وهاي تاني angle 90. فباخد كل angle 90 لحال، بيجي بقول طالما معنا هيدا triangle H, B, C is right at H, so it is inscribed in a semicircle whose diameter is the hypotenuse. فإذا بيكون محاوط بسيميسيركل الديامتر لإلها هو الهايبوتنس يلي هو مين؟ ال BC. نفس الشيء باخد هلا التريانجل الثاني يلي هو CDB. طالما هيدا تريانجل right at D يعني أكيد في semicircle حضرته قاعد بقلبها، الديامتر لإلها هو الهايبوتنس. إذا منلاحظ السيميسيركل الزرقاء مع السيميسيركل الحمراء بيعملوا سيركل مع بعض، عشان هيك هودي الأربع نقاط صاروا قاعدين على نفس السيركل. فإذا كيف منجاوب؟ تريانجل بي دي سي هني ذاتهم اللي حكيتهم، باخد كل تريانجل لحال. حنبلش بتريانجل بي دي سي. It is right at D, so it is inscribed in a semicircle whose diameter is the hypotenuse BC. دايما الديامتر بيكون هو الهايبوتنس، يعني بكون أنا حكيت بهاي الحالة عن هيدي السيميسيركل. طبعا بتكون مرقة بثلاث نقط. هلا باخد التريانجل الثاني BHC is right at H, so it is inscribed in a semicircle whose diameter is the hypotenuse. طالما right at H يعني الهايبوتنس هو BC. بجي على الرسم الهايبوتنس هو BC يعني صار قاعد بقلب هيدي السيمي سيركل. فإذا إذا منلاحظ سوا سيمي سيركل على اليمين وسيمي سيركل على الشمال بيعملوا سوا سيركل وحدة، فمنستنتج إنه the four points طبعا لأنه عندهم نفس الديامتر، لاحظتوا هون BC وهون BC. فإذا the four points C, H, B and D belong to the same circle. هني شو قالوا لي بالسؤال؟ بدنا نحدد السنتر والراديوس. فإذا طالما نحن عارفين إنه الدياميتر هو بي سي، أكيد السنتر هي الميد بوينت أوف بي سي. فينا نستعملها إذا بتتذكروا بالسؤال اللي قبل مش قلنا إنه الـ ميد بوينت أوف بي سي كانت جيفن، يعني فينا نقول هو السنتر إز ذا ميد بوينت أوف بي سي يلي هي البوينت أو، أند الراديوس طالما نحن حددنا الدياميتر معناها الراديوس هو الدياميتر أوفر 2 يلي هو بي سي أوفر 2 يلي هو 7.5 سنتيمتر. إن شاء الله يكون كل شيء واضح، وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير، ويعطيكم ألف عافية.